بيه ما عندكش حاجة السيريفا انك تقول انك مكشخ. شوف انا ترهدين خلي نكلمك باللغة العربية التونسية. ثم حد جورناليست سبورتيف ولا كرونيكور في إذاعة ولا في تلفزة ما يحبش كرة ما يحبش نادي؟ مستحيل. صحيح ولا لا؟ ثم ناس تعمل مكياج وتسكر تقول لا ما نساعد ما نحب حد وما ندافع له. ما يتسميش مكياج، تسمى اختيارات شخصية وتسمى قضية في معهد الصحافة تتعامل مع الناس كل، معناتها أنت صحافي لهنا تتعامل مع الناس كل كيف كيف، معناها ما تقولش أنت تحب هذا تحبها في داركم تحب أمينك وبين روحك. هذا اش علمونا في أخلاقيات المهنة في معهد الصحافة؟ تقول لك الصحافيين. أنت سألتك على محلل فني، شنو رأيك في الموضوع هذا؟ هاني باش نجاوبك. نعاودها لك. أمي ترجي رياضي. أمك؟ أمي. في داري ما عندي شكون يحب الإتوال في العائلة، وعندي شكون يحب الإفريقي، وصحابي أكثرهم من كلوب أفريقيا ومن الإتوال. هذه حاجة ما فيها شيء. لكن إيش قلت لك أنا توا قبل ما تسألني السؤال هذا؟ قلت لك تبعني تبعني قد ما تحب، شهر شهرين عام عامين ما دامني حي. إذا تسمعني مرة نغلط ونتهم نادي من نوادي تونسية يجي حاسبني. باهي اسبيرونتيست مش معناتها نكره الاخرين، لا لا، اما انا باش نولي عندي 14 جمعيه نتاعي ونحبهم لا لا، اما ما نظلم حد. حتى لو مثلا تسالني انت تو تقول لي مثلا شكون ترشح مثلا باش ينزل، ما فما فما نزول ولا ما فماش نزول؟ هذا السؤال اللي بعده. انا قلت لي شكون الجمعيه اللي غششتها؟ غششت حتى تطاوين مثلا. ايه وتو مثلا بالزبط. قلت رشح حتى تطاوين باش تكون هي الفريق اللي بيرافق الجي اس كي في الرابطه الثانيه العام الجاي، ومعها سيابي هما زوج شتيهم في بالي. ايه معناتها لا تو مازالت 4 جورني ولا 5 جورني والبونتو تقريبا لبعضهم، واحد عنده 22 واحد عنده 24 ولا شنو. با انا كرونيكور، اش معناتها كرونيكور؟ تقعد على كرسي وانت تسال، وقلتها اون ديريكت، قلت لهم علاش تسال فيا كي تعرفهم باش يتغشوا؟ ما تسنيش. ثم اللي يقول لا والله ما زالت هذا عنده ما ادري شنو. انا ما نعرفش اخويا، ما نعرفش نقول هذا. انا نحكم على الاداء نتاعك في الوقت هذاك، البارتين الاخرانيه ولا البارتين اللي قبل الاخرانيه، نشوف الاداء نتاعك سيء ولو حتى تربح، نقول لك انت مهدد للهبوط. اما باش نقعد انا اخويا الرافي 14 جمعيه ما نجمش. باهي لحظه عاد سامحني، تفضل. اي تفضل. انا سبيتش حد، قلت مثلا سيبي طيب. لا ما سبيت حد ولا تطاوين، ما سبيت حد. انت سالتني والترشحات شكون ياخذ دوري وشكون يهبط، شكون ياخذ بطوله وشكون ما يهزش بطوله، موجود هذه في العالم الكل. ما تنجمش ترضي 14 جمعيه اخويا، ما تنجمش. صحيح. باهي سيدي ذا حكيت شلاغم. شلاغم عملت لك شهره كبيره في الوطن العربي ذا. شنو؟ اكتسبت منها السكسي نتاعك؟ لا انا نادم. ما يلزم نادم بيصير نادم. ما شنو تبعت الاخر جولة في البطولة متاع الامارات وخسرت، جابوا لي حجام حتى الاستوديو واحنا داخلين البلاتو. خسرت ماهيش لعبة. حلفت قلت الشارجة لو تاخذ دوري قسما بالله، حلفتها وقتها قسما بالله. هذوما لما نحجمهم ما تكون تسرعت معناها. فشنو هذا السرعات؟ سرعت في حكمك معناها وقتها. هذا يدلك لأنا صريح وجهة نظري المتواضعة قد تكون صحيحة قد تكون غلط. نرجع توا للسي بي باش تهبط ولا تطوي تهبط. ايكيب اي ما باش نحكي لك على الشارجة. أنا عندي 40 سنة عندي تغاديك. 26 سنة نادي الشارجة ما خذتش البطولة. وطاحت مرة ولا مرتين للديفيزيون 2. نعطيك مثال على تونس مثلا، ما نحب حد يتغش. ديبيت سيزون سنة دوزيام جورني ولا تروزيام جورني جيني سي اسلام تقول لي شكون مثلا باش ياخذ دوري البطولة، شكون ترشح باش ياخذ البطولة؟ السؤال هذا عيب يعني فيه؟ لا عادي عادي. نجي نقول لك ثلاثة ولا أربعة اللي مستانسين ياخذوه عادي ولا لا؟ باهي هذه ماهيش مستانسة تاخذ شارجة، ماهيش مستانسة تاخذ. باه تحكم على دو جورني وربحت دو ماتش نقول لك هذه باش تاخذ تيتر؟ اي يا مش دخلك لحظة شوية هاني شايف هاني شايف ما يوليوش معناتها. وقت نقول انا شارجة وتخلي نادي العين مثلا كيما تونس مثلا نجي نقول لك
سليمان تاخذ البطوله اي ونخلي الاسبيرانس ونخلي الكلوب ونخلي ليتوال ونخلي سيل واش الناس تضحك عليا صحيح هكا ولا لا كي تكلمت انا بصراحه قلت لك سليمان ما تاخذش البطوله تقول لي وكي تاخو وعملوني شو اسمه هذا يعقوب سالي دوخني وقت لين وصلت نحلف ولا تاخذ يا شارجه تاخذ بطوله ولا العين تاخذ بطوله مش يهمني انا لكن هبلوني نرفزوني عايشوني على اعصابي وانت ما تدري شنو وانت ما تدري شنو ندمت عليها بعد ما حجمت ندمت بيان سير اليوم تعودها ولا ما غاش تعودها لا مستحيل لا لا شوف طالما انسان عايش الحياه مدرسه وتتعلم من اخطائك وتتعلم من اشياء يكون ايجابيه فيك دخلت للصفحه نتاعك في فيسبوك سيدي لقيتك في تدويناتك مناصر شرس لسليم شيبوب كيفاه ديما تبارتاجي الطلب لسليم شيبوب نعم نعم خويا هذاك عندك بيه علاقه كبيره وهو باش نقولها توا عاون برشا ناس بما فيهم انا قبل ما نطلع الامارات نعرف سليم شيبوب ودخلت لدارو وفطرت في دارو سليم شيبوب وقت اللي كان يلعب الفولي بول في الاسبرانس خويا ولتوا للدرجه هذي هاني خطك هاك مظلوم تعتبره اليوم لا شوف الامور هذه ما نعرفش اما نقول ربي يفرج عليه وربي يبين له حقه امين اذا كان عنده حق ان شاء الله ربي يغفر ان شاء الله يغفر ان شاء الله وحب عاون برشا ناس حتى مش بالاسبيرانس عندي هذا السؤال الاخر تاثرت برشا خاطر لاحظت نعم تاثرت برشا طبعا طبعا حمدي المد بكيف كيف سي المنذر الزنايدي كان بريزون في الاسبيرانس نعرفوا زاد كيف كيف سي احمد الحميد عاشور سي ناصر الكناني الله يرحمه هذا ما عشت معاهم انا يا اسلامي عايش خويا هذا داري الاسبيرانس داري واضح بي كيف كيف تحكي حتى على السياسه وعندك ما عندك مشكله مع حركه النهضه لا والله لا والله ما نعرف شيء ما هذاك اللي برتجها على نوشي والله بغلطه قسما بالله تضحك عليا راه ما نعرفش نعمل في هذا البورتابل وات شنو والله ما نعرفش مازلت ماكش فاهم اما شوف فما حاجه نقول لك عليها انا ما نحبش السياسه اما تعجبني هيك المراه يا اخي شكون هي اسمها مريم عبير تتعامل في قلب السياسه ما تقول لي ما يعجبك السياسه لا تعجبني كي نسمعها تحكي تعجبني يا اخوي انا توليت سياسي تو معناتها المراه هذه تعجبني دونك عندك مشكل مع راشد ما شنو عندي مشكله مع الاطوال وعندي مشكله مع راشد